رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل النهارده كان بيترأس اجتماع لمجلس امناء هيئه سلامه الغذاء. الهيئه دي كان صدر قرار بتشكيلها مؤخرا. من المفترض ان اختصاصات الهيئه انها تراقب على الغذاء وضمان سلامته. خلال الاجتماع تم استعراض وبحث اجراءات تشكيل مجلس اداره الهيئه القوميه لسلامه الغذاء وتحديد مقر لعملها، وهيتحط موازنه مبدئيه ليها علشان تبتدي في شغلها انها تتاكد من صلاحيه الغذاء للاستهلاك الادمي وتنظيم عمليه تداوله ووضع الاجراءات الضروريه لمواجهه حالات الطوارئ. كمان رئيس الوزراء النهارده عمل اجتماع لمتابعه ملف النظافه في محافظه القاهره وفي محافظه الجيزه. وكمان كان في اجتماع مع رئيسة المنظمة الدولية لأطباء بلا حدود ووفد من المنظمة بمناسبة حضورهم لمصر علشان جايين يتوسعوا في مجالات الرعاية الصحية للأسر المهمشة واللاجئين الموجودين هنا. دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي اللي كانت حاضرة الاجتماع قالت إنه تم مناقشة برنامج عمل المنظمة في المرحلة الجاية وتقديم الخدمات للفقراء والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للقرى الأكثر فقراً.